السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. معاكم هيثم مرسي من كريبتو عرب. النهاردة هنتكلم عن النيو. عملة النيو زي ما انتم عارفينها هي عملة معروفة وفي ناس كتير جدا على الإنترنت اتكلمت، ولكن فين الصلصة بمعنى أصح؟ أو الحاجة المهمة اللي انت لازم تعرفها هي اول حاجه اي محفظه اشتغل عليها وتامين المحفظه بتاعتي، وده اللي هنتكلم النهارده عليه. وهل عمله النيو لها مستقبل ولا لا في قدام؟ يعني زي ما انتم شايفين، اول سؤال هقدر اجاوبك عليه، هل اشتري عمله النيو دلوقتي ولا لا؟ انا شايف ان عمله النيو سعرها دلوقتي كويس جدا، حيث انها نزلت 5%، وده يعتبر كحد كويس للنيو. الماركت كاب بتاعها هو 100 مليون زي ما انتم شايفين، وفي سيركليتور سبلاي 65 مليون، يعني ناقص لنا عدد صغير وهو حوالي، مش حوالي، هو 35 مليون. ونبدا هنا نتكلم في سعر كويس. العمله بتترفع بتوصل من سعر مثلا زي ما وصلت هنا ل 161 دولار، ونزلت النهارده ل 86 دولار. يعني بمعنى اصح هو ده الوقت الصحيح اللي انت تقدر تشتري فيه، لان انت كده بتقسم جبتها بنص التمن، تمام؟ والناس اللي اشترت وتقول لك انا خسران دلوقتي، اتبع استراتيجيه اللي انت ممكن تشتري النهارده شويه وبكره شويه وبعد شويه، بحيث تظبط يعني خسارتك بان انت اشتريتها ب 160، ممكن بكره تشتريها ب 100، النهارده ب 80، يبقى انت كده جبتها بحوالي 100 دولار، اوكي؟ بس انا شايف ان هي كويسه لان طبعا شغاله. تاني حاجه هي موجوده على منصات زي ما شايفين، الباينانس، الكوين اكس، الاب بيت، البيت فينيكس، يعني هتتعب من وجود المنصات، فيعني ليها يعني بروجريس او دخول على منصات كتير كتير كتير، من حيث الفاليوم، من حيث السعر. طبعا لو انت بتفكر تشتريها، تروح على منصة معينة وتفكر تشتريها سواء بالبيتكوين او بالإيثيريوم، وحسب السعر اللي انت عايزه. طيب تاني حاجة هو ايه المحفظة اللي انا شغال عليها او لحد النهاردة شغال عليها؟ المحفظة اللي هي ناين تراكر، نيو تراكر، هي محفظة كويسة، عاملة يعني بتتبع كل التحويلات من التراكر. كل ما عليك اللي انت بس بتعمل نيو وولت واوبن وولت، وبتاخد برايفت كي بتاعك، وهوريكو في خطوه تانيه، تمام؟ تاني حاجه هي ايه النهارده؟ زي ما انتم عارفين انا معايا الليجر نانو اس، فناس ما اتكلمتش كتير، او يمكن ما فيش حد اتكلم، انا بصراحه ما شفتش في اليوتيوب العرب عن ازاي توصل النانو اس او ازاي توصل النيو لمحفظتك لتامن عليه بحيث ما يسرقش، اوكي؟ زي ما انتم شايفين انا في محفظتي ديت اللي هي هفتح اوبن، وبعد كده بستخدم البرايفت كي، والبرايفت كي معايا انا هحطه دلوقتي. بعد ما قمت بوضع البرايفت كي، كل ما عليا انا بعمل انلوك، ده في حاله اللي انت موجود هنا، تعمل جو تو ماي وولت او كرييت كي ستور. انا هاخد جو تو ماي وولت لان انا عندي الكي ستور، بتحمل بهذه الطريقه، وبعد كده بتفتح لك المحفظه بتاعتك بكل سهوله او بكل سهوله بس طبعا انا ذات نفسي يعني هي نيو تراكر موجودين على تويتر وشغالين كويس وما عندهمش اي مشاكل من ناحيه الامان والكلام ده، ولكن اللي انا لاحظتها فيها حاجه صغيره زي ما انتم شايفين تحت هنا، يعني ممكن هنا المفروض هتلاقي النيو بتاعك، اوكي؟ بس الجميل ان انت برنت يور وولت، اوكي؟ دلوقتي احنا هنشتغل بطريقه كويسه جدا. زي ما انتم شايفين هنا المحفظه دي انت ممكن تعمل كليم جاز، كل ما عليك اللي انت بتعمل كليم جاز، بتاخد بعض المشاكل بيها، بعض المشاكل لان طبعا في يعني بيها مشاكل اللي هي الجاز بتاعها ساعات بيقف هنا اهوت والكلام ده، فبتجرب تاني، تمام؟ الاون تي دي عمله تبع الجاز برضو تبع النيو، وعملت فورك منها، وانا لاحظتها دلوقتي اللي انا معايا الاون تي، تمام؟ وهو مبلغ 0.6، يعتبر ولا حاجة، وأنا بصراحة ما شفتهاش على الكوين ماركت كاب أو لسه شايفها دلوقتي، فتعالوا نشوف إذا كانت موجودة على الماركت كاب ولا لأ.
نخش نكتب او ان تي ان اهوت ممكن ايه هي دي اللي هي او ان تي زي ما انتم شايفين سعرها 1 دولار و35 سنت كمية زي ما انتم شايفين، يعني هي لسه عملة جديدة بإمكانك لو انت بتفكر تشتريها او بتفكر تعمل عليها اي مشروع انت عايزه. هي موجودة على الباينانس على الجيت اي او وعلى الهوبين، تمام. سعرها مش كتير، عملة لسه بادئة، ما ذاكرتش مشروعها، ممكن نبقى نتكلم عليها في المستقبل. لو انت حابين سيبولي التعليق اسفل الموضوع واحنا ممكن نبقى نتكلم عليه. وزي ما انتم شايفين لحد دلوقتي هي بتعمل كليم جاز دلوقتي، وبعدين ويت فور كونفيرميشن اوف كليم. اوكي، انا معايا كميه من الجاز 0.02، مش كتير طبعا، يعني هم سعر قليل جدا، ولكن انت ما بتعملش حاجه، عملتك بتجيب لك جاز، ومن خلال الجاز ده انت بتربح. طيب دلوقتي السؤال والاجابه، وانت بتفكر في حالك للناس اللي عندها ليدجر نانو اس، او الناس اللي تابعت الفيديو بتاعي واشترت الليدجر نانو اس، انا بحب ادي يعني سيرفيس اول كومبليت، يعني بديك كل الخدمه كامله، تمام. عشان طبعا انا دخلت يعني قعدت ادور شويه على المحافظ اللي عجبتني، ومن خلال هذا دخلت على محفظه عجبتني وهي نيو سمارت ايكونومي، اللي هي نيو www.neo.org او اورج. يبقى علشان تنزل المحفظة النيو اللي انت هتستخدمها بالبرايفت كي بتاعك بدل المحفظة اللي انا شغال على الاونلاين، هي جابت لي كل حاجة والجاز بتاعي تمام وكل حاجة، انا ما بتكلمش على اي مشاكل لحد الان، ولكن انا عشان اشتريت القطعة دي زي ما انتم عارفين بتحب يعني اكون مرتاح نفسيا. 6 نيو النهاردة سعرهم كويس في السوق وسعرهم غالي، انا اشتريتهم بقى تقريبا بهذا السعر، مش متذكر تقريبا اشتريتهم كام، ولكن انا يعني اعتقد ان انا يعني مش خسران فيهم ومش ربحان فيهم، ودول على المدى الطويل، تمام. فتخش على النيو سمارت ايكونومي، هسيب لك برضو الرابط اسفل الموضوع لو انت حابب، وبتنزل تحت هنا بتخش على جو تو داونلود. اوكي، جو تو داونلود زي ما انتم شايفين يا جماعه هنا اهوت، فين 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 اهوت، جو تو داونلود بيج. اوكي قدامكم، لو انت ممكن تنزلها على التليفون على الكمبيوتر ولا مش عارف على ايه دي، تعالوا نبص كده. هنا بتقول لك على الويب، على الديسكتوب، على الموبايل، ممكن تستخدم، انا في الحاله دي هستخدمها على الويب عشان اكون مرتاح. اوكي هو هنا بيقول لك ايه، هنا تخش على نيو وولت زي ما انتم شايفين هنا مكتوب نيو وولت. اوكي علمها لكم برضه عشان ايه 0.2.1، وبعد كده بقوم دايس على الداونلود. اوكي هتفتح لي صفحه ثانيه وهتحمل في اقل من ثانيه. اوكي هتدخلك على هذا اللي هو الجيت هاب اللي هو بتاع المبرمجين اللي عملوا الموضوع ده، قدامك باللينوكس او بالماك او بالويندوز، اختار اللي هي بالويندوز في الحاله بتاعتي انا، لو انت عندك ماك تقدر تختار اللي انت عايزه، تمام. بتدوس عليها بهذه الطريقه، اوكي بيتحمل لك تحت زي ما انت شايف دلوقتي، ما بتاخدش وقت طويل طبعا خالص، بتنتظر ولحد ما بيخلص التحميل. انا معاك اهو لمده ثانيه تقريبا بحيث ان تحمل معاك، تمام. انتوا زي ما انتم شايفين هنا يعني سريعه جدا، انت وبراحتك يعني ودماغك. وزي ما انتم شايفين اكتملت كل ما عليا ان انا بعمل افتح او اوبن، اوكي بعمل ران، اوكي و هتحمل زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. المحفظه ده يا جماعه مش لازم يكون عندك ليدجر نانو، ممكن يكون عندك يعني النانو بس، يعني عمله النانو، و عايز تحطها محفظة خاصة زي الإكسادوس، أو محفظة تكون على سطح الكمبيوتر بتاعك، أو محفظة ويب، طبعا دوت بتكون من الموقع الرسمي اللي أنا هسيبه لك أسفل الموضوع عشان ما يحصلكش أي مشاكل. هنتظر التحميل لبعض الثواني، وكده التحميل انتهى. دلوقتي هخش على ال أهي فتحت يا جماعة لوحدها من غير حتى ما أخش على أي حاجة، تمام. المحفظة زي ما أنتم شايفين نيو وولت، وبتبدأ تحمل بهذه الطريقة، هنلاقيها لسه يعني
بتحمل، بتاخد بعض الوقت عشان تحمل. هنا لو في الحالة بتاعتك، لو انت ما عندكش ليدجر نانو او محفظة النانو، ممكن تستخدم كرييت نيو وولت، وفي الحالة دي بتديك الوولت وبتتبع الطريقة المشهورة المعروفة اللي بيستخدمها. ولكن في الحالة بتاعتي زي ما انت شايفين هنا زي ما انت شايفين مش شغالة عندي اي حاجة. ليه؟ لان انا مش مشغل عندي الوولت، عشان كده انا انتظرت. زي ما انت شايفين انا لازم احط هنا الباسورد بتاعي عشان نبدأ نحط الباسورد، فنحط الباسورد مع بعض. ايرت الكمبيوتر ايرا النانو، وبعدين بر النانو اللي هو شكل النانو اللي انا حملتها من الموقع بتاع مانجر، اللي هو فين يا ربي، اللي هو ده ليدجر مانجر زي ما انتم عارفين كلكم يا جماعة، وانا شرحته في الشرح الاولاني. لو انت ما تبقاش الشرح الاولاني ادعوك اللي انت تزوره. اوكي، يبقى انا هخش دلوقتي ادوس عليها. بصوا، اول ما ادوس اضغط ضغطتين هيقول لك ويك اب، يعني اصحى يا عم النيو، اصحى يا عم النيو. اوكي اهو، بصوا هنا ايرار كل حالك يوز ليجر نانو اس، فالموضوع يعني تمام. هنا بيقول لك يوز ليجر نانو اس، لوجن يوزنج ليجر نانو اس، فاوند يو اس بي ليجر نانو يعني تلاقاه، وكمان سكسسفول نيو اب فاوند اون هاردوير ديفايس كليك بوتن اباف تو لوجن. اوكي، انت بتعمل اوكي يوز ليجر نانو اس. اوكي كده انا خلاص اهو بتحمل. انا دلوقتي هنا يعني في هذا الوقت حاليا قدامكم بحمل يعني بشتغل بالترانزاكشن بتاعي او بالمحفظه بتاعتي. اوكي، وزي ما انتم شايفين دلوقتي كل حاجه شغاله بطريقه كويسه. حابب اقفل كل ما عليا اللي انا بعمل كده، قفلت انا دلوقتي الديفايس او الوالت من داخل الوالت، تمام. فدلوقتي الوالت ما تعتبرش شغاله. اوكي طيب يا شباب، بعد ما قفلنا وفتحنا المحفظة زي ما انتم شايفين المحفظة لسه زيرو، والمحفظة التانية بتاعتنا بحاول اعمل اخر كليم كاس. المشكلة دلوقتي ان انا هيفضل عندي الجاز دوت في المحفظة ديت اكيد طبعا، عشان كده وهتبقى هيدك او ستريس او صداع ليك اللي انت عندك هنا عملة وهنا عملة. فانا يعني قراري كويس جدا، يعني انا حتى ال 0.6 بتاعت العملة بتاعت انتولوجي ولا حاجة، يعني 0.6 يا جماعة يعني مش هتجيب ده 1 دولار. فيعني انا لسه في اولها، فدي حاجة كويسة اللي انا بعمل الكلام ده. فانا هنتظر دلوقتي بعض الثواني اذا كانت هي عملت كلمة ولا لا، لان دي برضو مشكلة في المحفظة ديت اللي هي النيو تراكر، اللي هي يعني ممكن تحاول اكتر من مرة علشان الكليم بتاعتك، فبتيجي تقف في المرحلة دي او في الاخر بتعملها يعني بعد مرتين او ثلاث، فالموضوع يعني مش صعب يعني للدرجة دي. تمام. فدلوقتي هنشوف يعني ازاي نحول المبلغ اللي هنا، وهنبدأ ونشوف اذا كان في او في تحويل او اسعار تحويلات هتكلفنا بعض المال ولا هتكون رخيصة. فهنستكشف مع بعض كل الموضوع ده دلوقتي من خلال هذا الفيديو. فعشان تبعت كل ما عليك اللي انت بتخش على المحفظة الخاصة بيك بالنيو اللي احنا نزلناها دلوقتي. عندك هنا running في كذا نوع، او تيست نت او مين نت، تمام. انا بسيبها ديفولت. كل ما عليك انت تعمل ريسيف، هنا بيديك هنا يور بابليك نيو ادريس. طبعا ما فيش حاجه اسمها برايفت نيو ادريس، صح. وبعد كده بتخش على المحفظه هنا وتقول تو ادريس، مثلا بتحط الادريس. لو احنا قلنا الاومنت ساي نيو، تعالوا نشوف هنا. وبعد كده كمان هنا بامكانك تقريبا تبعت الجاس والوينيتي. اوكي، فهنقول نيو سند ونقول توكلنا عليك يا رب، لو خسرنا نبقى خسرنا كل المال بتاعنا، لو كسبنا يبقى كسبنا دعاء الناس وصدق الناس يعني اللي في قناتنا. اوكي، ونقول سند. اوكي، هنا بيقول لك ايه، ار يو شور تو سند 6 نيو تو ذيس ادريس ا دوبيافو 3 تي. ترجع تاني ونشوف هنا دوبيافو 3 تي. اوكي، هنقول له انا موافق يا عم، وايه وبعد كونفيرم.
اوكي، بيقول لك ايه ان هو دلوقتي هيقوم بارسال السكس نيو لمحفظتك ديت اللي هي دلوقتي موجودة، تمام؟ فانا ما جربتش بواحدة، ما جربتش بالكلام ده، طبعا انا غلط مثلا في النقطة ديت، ولكن انا بكون متأكد من اللي انا يعني الشروحات اللي انا بعملها، عشان يعني انا بحاول يعني. اوكي، هنا اداني الترانزاكشن بتاعتي اللي هو زي الايثيريوم او الكلام ده، وهنا هنلاقي ان نخش نشوف هنا مثلا اذا كان وصل حاجه ولا ما وصلش. بتاخد تقريبا بعض الدقائق بعض الثواني. هنشوف دلوقتي احنا هتيجي ولا لا، فهنوقف الفيديو ونرجع لكم ان شاء الله لو رجع النيو او وصل النيو لمحفظتي. طبعا الموضوع انا دخلت على الترانزاكشن بتاعي عشان اتبع الترانزاكشن بتاعي، بس لو انتوا لاحظتوا هنا هتلاقوني ان انا عملت ريفريش، ما خدتش يعني ثانيه واحده وجالي 6 نيو زي ما انتم شايفين. المبلغ $500 انا كنت شاريهم باكتر، يعني انا دلوقتي اخدت بالي ان انا كنت شاريهم باكتر طبعا، فانا خسرت فيهم مبلغ كويس، ولكن هما على يعني على المستوى او على المستقبل. دلوقتي هنبدا نشوف او هنبدا نعمل ايه، نبعت الجاز بتاعنا بنفس الطريقة. اوكي، هنرجع لوالت تاني. اوكي، هنعمل اوبن وولت برايفت كي، وهنحط البرايفت كي بتاعي. بعد ما حطيت البرايفت كي هعمل انلوك مرة تانية، بعد كده جو تو وولت يعني اذهب الى محفظتي، بتكون بعملية التحميل نفس العملية هي، بس اللي انا هعمله دلوقتي اللي انا هاخد الجاز من المحفظه دي هنقله لمحفظه الليدجر نانو بتاعتي، بحيث ان ايه نشوف كل حاجه وتبقى كل حاجه موجوده في محفظه واحده، لان الهدف من العمل بتاعنا دوت ان احنا نركز ويكون عندنا محفظه واحده بس امنه وجامعه يعني مجمعه كل العملات الخاصه بينا. اوكي، اوكي يا شباب، دلوقتي هنبدأ نعمل يعني نبدأ بحاجة مهمة، وهي ازاي هناخد الجاز بتاعنا ونوديه للليدجر نانو اس. بس ال او ان تي اكيد مش هنعرف ناخدها لانها سعرها قليل جدا، انا لسه ما يعني ما شفتش اذا كانت انا اقدر يعني اسحبها ولا لا، ولكن ما يهمنيش يعني 0.6 دي حاجة يعني ضعيفة جدا او قليلة جدا، بس لو في مقدرة وليه لا، اكيد خطوة بخطوة هنقدر نسحبهم بطريقة تانية او كده، هم حقنا مفيش حد يعني ايه يعني يقدر ياخد حقنا في هذه النقط. اوكي، فهنروح لنفس المحفظة اللي هي نتأكد اللي هي ديت. اوكي، وهنغير هنا الجاز. اوكي، في الحالة دي. اوكي، هو هنا بيقول لي طبعا انا طلبت اومنت يعني مش اللي هو انا يعني اقدر اسحبه، وهاخد هم دول اللي انا هاخدهم. اوكي، معلش هي بتطلع بحاجات كتير كده كده، انا منتظر كمان الاخر كليم بيعمله لي بحيث ايه. اهو زي ما انتم شايفين قبل الرقم 0.0335. اوكي، هرجع تاني لمحفظتي ديت وهتاكد ان انا ويعني موجود الرقم صح، ويعني انتهز الفرصه عشان اوريكم كمان ان هنا بدا ايه يعمل لي كمان كليم جاز. اوكي، برضو لو عملنا ريسيف هيديني ويسكي 3 تي او دوبيافو 3 تي. اوكي، فهرجع تاني للمحفظة واتأكد ان هو كده في الاخر انا عملت كليم، هيجي لي اهو 3352056. اوكي، وبحط هنا الاومنت وبعمل سيند جاز. بترا دي بيقول لي ار يو شور كونفيرم، ونفس الاستراتيجية اللي احنا عملناها في النيو هنعملها في الجاز، وهتاخد بعض الثواني علشان يقبل الكونفيرم بتاعنا، ومن هنا بيبعت لنا الجاز بتاعنا على الجاز التاني بحيث نعمل اكوموليشن او نجمع الجاز كله. مش عايز تجمعه تبعته على باينانس، تبعته على منصة وتبيعه، انا في الحالة دي بس بعمل تجربة وبوريك شغلي ازاي، بحيث انت كمان لو عندك اي مشكلة او عندك اي فكرة او اي طريقة او اي مشكلة قدامك تقدر تشوفها.
وزي ما انتم شايفين ادانا الكونفيرميشن. هنرجع لل الموقع بتاعنا ونعمل زي ريفرش، هنلاقي المفروض بعد ثواني ان الجاز هيوصل زي ما انتم شايفين هنا قليل. بس هنا احلى حاجة اللي انت ممكن تعمل كليم او ممكن ما تعملش كليم. اوكي، ننتظر بعد ثواني. دلوقتي انا كده وصل لي الجاز زي ما انتم شايفين. هنبدأ اخر خطوة وهنشوف ازاي نحول اخر عملة انا عندي اللي هي ONT لهذه المحفظة التابعة لليدجر نانو. طيب تمام، نخش على participate a token sale. هنا بتلاقي جميع الفورك اللي عملته المحفظة. انا بختار ال ONT وبقول اديني بالماكس مثلا اللي هم 6 عملات وبعمل بروسيس. في هذه الحالة المفروض بتديني العملة او بتديني الفورك. I have checked it doesn't perform verification by supporting verification smart contract will automatically reject. اوكي، بليز ساين ترانزاكشن تو هاردوير ديفايس. اوكي، هنا بيقول لك ساين ناو. اوكي، دلوقتي انا قمت بقبول الترانزاكشن في الديفايس بتاعي. المفروض هنا نيو ان هو هي يعني غريبه شويه في نظامها، ولكن انا لسه بكتشف يعني مع الوقت طريقه الفيريفيكيشن او طريقه العمل على الموضوع. تمام، بس وانت براحتك المفروض تعمل كليم او نون كليم او اللي انت عايزه كله في هذه الحالة. تعال نرجع تاني، هنا مفيش اي حاجة. انت ممكن تعمل كليم جاز وتبعت الجاز بتاعك مثلا دوت، لو احنا نعرف نبعته تاني بنفس الطريقة كده لو هو لسه هيتبعت لينا يعني، او هيسمح لارسال هذا المبلغ من الجاز. ونبعت سند، هيقول كونفيرم. وبهذه الطريقة نكون احنا عملنا يعني طريقة موضحة لإرسال المال. دلوقتي انا هعمل حاجة نخاطب بآخر نقطة، وهي اغلاق المحفظة، اغلاق النانو اس وفتحه من جديد علشان نشوف اذا كان هل الموقع لسه يعني موجود فلوسنا او النيو بتاعنا والجاز ولا اختفى. اوكي، هندوس على لوج اوت، هنفصل برضو النانو ليدجر نانو اس، هنبدأ كل المرحلة من جديد. اوكي، عشان برضو الناس تاخد بالها. وبعد ما اخلص دي هوريكم ازاي تفتحوا محفظة في طريقة سهلة. لوجن يوزنج ليدجر. اوكي، هنا عمره ما هيفتح معاك يوز ليدجر نانو لحد ما انت تكتب الرقم. لاحظوا معايا، اوكي زي ما انتم شايفين. دلوقتي انا اخش على النيو، دوست على النيو هيفتح لي دي زي ما انتم شايفين دلوقتي. كل ما عليا ان انا اقول يوز ليدجر نيو، ودلوقتي هنشوف المفاجأة اللي انا ما عنديش ولا عندي النيو. تعالوا نشوف مع بعض يا جماعة. تمام، انا سايب كل حاجة قدامكم بحيث على عينك يا تاجر انت شايف كل حاجة دلوقتي. موجود النيو، موجود الجاز، موجود كل حاجة، يعني كل حاجة في أمان بتاعك. وإن شاء الله لو في حاجة مش واضحة تكلمني. دلوقتي هنخش على آخر طريقة اللي هي إزاي تعمل نيو والت، ودي طريقة سهلة جدا. كل ما عليك إن أنت بتخش على المحفظة اللي أنا سايبها لك ديت، وكل ما عليك إن أنت بتعمل أوبن والت أو نيو والت مثلا، وبتكتب هنا أي باسورد أنت عايزه، 1 2 3 4 5 مثلا، اهو مثلا ما اعرفش حتى 2 3 4، وبتعمل اوكي كرييت. هو بيقول لك اديني رقم مثلا اي حاجه كده وخلاص، يقول لك كرييت. انا مش فاكر طبعا اي حاجه من الباسورد دوت، وبتشتغل لك وبتعمل لك كرييت والت من جديد. وبعد كده بتحتفظ بالبرايفت كي بالبيبر والت اللي انت ممكن تنزله عن طريق ورقه معينه تكون موجوده عندك لتكون للامان. تمام، وفي حالة عدم عمل هذه المحفظة بيمكنك يعني إيجاد النيو بتاعك في محفظة أخرى وأخرى وأخرى من خلال ترانزاكشن مثلا، وليها طرق أخرى ولكن لا داعي لشرحها الآن لتطويل يعني الشرح. داونلود أهو الكي بتاعك لو أنت محتاجه. كل ما عليك أنت بتدوس على الداونلود بينزل لك، وبعد كده بتعمل كونتينيو.
بيبقى عندك البرايفت كي بتاعك بهذه الطريقه، ممكن تعمل برنت او ما تعملش، هو ده اللي انت عايزه. تمام يا شباب، عندنا انت هنا بتعمل كليم جاز، بيعمل لك الكليم بالجاز بتاعك بطريقه سهله جدا بدون اي مشاكل بدون اي حاجه. الدرس بتاعي خلص على كده النهارده، يا ريت يا رب يكون عجبكم ويكون مفيد لكل الاعضاء، لعل وعسى حد يدعي لي ويكتب لي كومنت كمان ويقول لي شكرا مثلا، اكون شاكر ليك جميعا. يعني يا جماعه لو انتوا حابين يعني اي شروحات او اي حاجه يعني كلموني، اكتبوا لي رايكم في الشرح لو عجبكم. معلش الشرح طويل شويه ولكن مهم ومفيد للناس اللي تهتم بالعمله والكلام ده. اشوفكم على خير وصحه وسلام. كان معاكم هيثم مرسي، كريبتو عرب من عالم الربح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.